قطرات لعبد الله جمالي الحكم اللقاء محمد اشكناني والمساعد الاول المساعد الثاني طلال الشمري حكم الرابع عبد الله عرب. تغنيه الفي ار هي مصاحبه ايضا في هذه المباراه او لهذه المباراه هاشم الابراهيم وعبد الله الهندال. اذا كل التوفيق للطاقم التحكيمي لهذه المباراه مع البدايه السريعه. لكن البدايه في هذا اليوم يعني تلقينا الخبر اللي احزن جميعا بوفاة الأسطورة واللاعب المونديالي والمشارك لمنتخب الكويت جمال يعقوب لخبر وفاته رحمه الله وأسكن فسيح الجنات. ونعزي أهله ونعزي أنفسنا بهذا الفقيد جمال يعقوب نجم منتخب الكويت وكاظمة كرة اللعب لصالح نادي الشباب. النقلة المحاولة نداي بيلعبها ناحية اليمين فارسي إلى عمار ترجع مرة ثانية ممكن تكون فيها خطورة والتغيير بالتنظيم لكن بتسدد حطها لكن حمس الحسينان حارس